بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الجزء الثاني في شرح الجيناتيك الجوريزم كوسيلة من وسائل الاوبتمايزيشن اللي بنعملها علشان نوصل للحل الامثل. الكروس اوفر بروسيس هي عملية تبادل المعلومات. كروس جاية من ان انا بعمل ازاي، بعمل تبديل للبيانات ما بين عنصرين اتنين عشان احصل على عنصرين جداد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي تو بيرنت اللي هم العنصرين او الانديفيديوالز او الحالين الاصليين، وليكن بي اللي هم فوق، بعمل فيهم ايه؟ ببتدي اخد زي ما انتم شايفين كده عندي حاجة اسمها الكروس اوفر بوينت، نقطة معينة. النقطة دي مثلا ممكن تتغير شمال ويمين، يعني الخط المنقط الازرق ده ممكن يتحرك معايا، مفيش مشكلة خالص، وده له انواع كتيرة جدا مش قضيتي دلوقتي. لكن الفكرة فين؟ لو انا بصيت مثلا على البيانات اللي قدامي ديت هتلاقي ايه؟ هتلاقي، بص كده على العنصر اللي فوق لو سمحت، 0 1 0 1 0 1 0، ده انا بتكلم فوق شمال، فوق شمال 0 1 0 1 0 1 0، خلاص. طيب بص لي كده على البي اللي على اليمين، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الجزء الشمال اللي هو شمال الخط الازرق زي ما هو 0 1 0 1. طب والجزء اليمين خلي بالك كان 0 1 0، لا ده دلوقتي بقى 0 0 1. جت منين دي؟ بص لي كده على الكيو تحت شمال لو سمحت، الكيو تحت شمال هتلاقيها، ها، 1 0 1 1 0 0 1. انا خدت الجزء اليمين منه 0 0 1، صح؟ يعني كاني خدت البي. انا ببص دلوقتي على الجزء الشمال خالص، بص لي كده على المربع اللي مكتوب فوقه كروس اوفر بوينت، ماشي؟ البي والكيو انا عملت فيهم ايه؟ خدت الجزء الشمال من البي مع الجزء اليمين من الكيو، وخدت الجزء الشمال من الكيو مع اليمين من البي، وعملت بيهم الجزء اللي على اليمين. راجعوهم براحتكم كده وبصوا عليهم هتلاقيني عملت كده، يعني كاني عملت كروس ما بينهم، بدلت ما بينهم، خدت ده مكان ده. تعالوا نبص على الموضوع بشكل اوضح. لما اجي ابص على حاجه اسمها تو بوينت كروس اوفر، انا مش هبدل المعلومات شمال ويمين وبس، لا ده انا هاخد نقطتين اتنين. شايفين الخطين الرئيسيين دول تحت؟ الخطين دول فيهم ايه؟ انا مخلي واحد احمر وواحد ازرق، البيرنت اللي مكتوب جنبهم بيرنت احمر وازرق فوق. بص لي كده انا عملت ايه؟ اخدت جزء من الاحمر مع جزء من الازرق. ازاي عملته كده؟ احمر ازرق احمر. طب والتاني؟ ازرق احمر ازرق. خدت جزء من ده مع جزء من ده مع الله، يبقى انا عملت ايه؟ بدلت المعلومات، بدلت المعلومات، خدت جزء من ده مع جزء من ده. طب وبعدين هتبص تلاقي الاوف سبرينج او الجيل الجديد الخصائص بتاعته مختلفه، بس هي متاخده من مين؟ من البيرنت. كأني خدت اللي فوق وجبت بيهم عناصر جديدة. طيب استنى، هو ايه الفرق ما بين ده وما بين ان انا بعمل ترايل اند ايرور؟ الترايل اند ايرور ان انا بجرب. طب انا هجيب اوف سبرينج جديد بأي ارقام ويلا ونجربه، يمكن يدينا حاجة كويسة، ماشي. ده اسمه ايه؟ ترايل، اختيار عشوائي. طيب هل انا عملت كده؟ لا، ده انا اخدت من البيرنت اللي هم مفترض ان هم كويسين، اللي هم احسن العناصر، اللي هم مع الوقت بيدوني اداء جيد، وغيرت الخصائص بتاعتهم منهم، خدت جزء من هنا مع جزء من هنا على امل ان هو يدوني حاجه احسن. فالجيل الجديد اللي هو الاوف سبرينج في عشوائيه، في عشوائيه بسيطه، ولكنه واخد خصائص من مين؟ من البيرنت. هو ده الفرق ما بينه وما بين المحاوله العشوائيه الكامله. ده اسمه ايه؟ التو بوينت كروس اوفر. عملت نقطتين اتنين. طب انا عندي ممكن اعمل حاجه اسمها يونيفورم. يعني ايه يونيفورم كروس اوفر؟ خد زي ما انت عايز بقى، مش نقطتين، خد 3 4 5 زي ما انت عايز، خد 2 ديجيت وبدل، يعني 2 2 2 2 2 2 معايا. فهتبص تلاقي الاوف سبرينج اللي عندك اللي تحت ده ازرق احمر ازرق احمر ازرق او احمر ازرق. طب ليه؟ عشان ببدل معلومات ما بينهم. الجيل الجديد ده لما اتكون من خصائص البيرنت بس مش زيهم، وقد يكونوا افضل وقد يكونوا اسوأ. مين اللي هيقول لي الكلام ده؟ لما اعمل عليهم ايفالويشن. طب ايه يعني ايه الميوتيشن؟ الميوتيشن يا جماعه
عملية بتتم في الجيناتيك الجوريثم. ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان انت ما تقعش في اللوكال مينيموم، ما تقعش في اللوكال مينيموم، تحاول توصل الى الجلوبال اوبتيمم. ازاي الكلام ده؟ افرض ان انت لما مع الوقت انت بتختار عناصر وبتختبرها وبتختار احسنها، فالاداء بيتحسن، اوكي، بس ده ممكن يبقى لان انت واقع في لوكال مينيمم، يعني الحته دي كويسه اه بس مش هي الاحسن على الاطلاق. طب انا اهرب منها ازاي؟ اخرج منها ازاي؟ لو فضلت كده على طول مش هعرف اخرج منها. ليه؟ عشان الجيل الجديد واخد خصائص الاب، صح؟ يبقى اذا مش هخرج. طب اخرج ازاي؟ في حته الميوتيشن دي بتديني فرصه ان انا اهرب من اللوكال مينيمم اذا وجد. ازاي الكلام ده؟ بصوا، باجي على بعض العناصر بنسبه معينه. انت عندك كم عنصر؟ 1000 عنصر، ماشي. ايه رايك هنختار منهم 20 30 2% 3%؟ اوكي، وهتعمل ايه؟ هتيجي كده هتعمل الحركه اللي هقول لك عليها دي. شايف البي اللي فوق؟ بتختار اي ديجيت عشوائي. السهم الازرق اللي فوق ده محطوط على الواحد، اوكي، ده في النص، لكن ممكن المره اللي بعدها يبقى على الصفر اللي جنبه، ممكن يبقى على ديجيت الشمال، ما اعرفش، ممكن يبقى في اليمين خالص، ما اعرفش، عشوائي. خلاص، لما انت جيت وقفت بالسهم ده على الديجيت دي لقيتها ايه؟ انت وحظك بقى، لقيتها ايه؟ واحد. حاضر، اقلبها صفر لو سمحت، بس كده. هو ده الميوتيشن؟ اه هو ده الميوتيشن. طب لو لقيتها صفر خليها واحد. طب ده هيعمل ايه؟ هقول لك. هو انت عندك الديجيت اللي انت مشاور عليه بالسهم الازرق ده عباره عن ايه؟ عباره عن الرقم اللي بيمثل الثمانيه، صح؟ ما هو على اليمين خالص ده واحد، اللي بعده اثنين، ثم بعده اربعه، ثم بعده ثمانيه، فانت واقف عند الثمانيه. دي كانت صفر، كانت واحد، اسف، انت خليتها صفر. يعني ايه؟ يعني الرقم بتاعك قل بمقدار ثمانيه، صح؟ طب لو كانت هي صفر وبقت واحد هتزيد 8. طب افرض ان انت رحت للي بعدها شمال، كانك هتزود او تقلل 16. طب اللي قبل، الله، يعني انت بتغير في الرقم؟ اه بغير في الرقم. طب ما هو ممكن يبقى الرقم الجديد دوت ملوش اي علاقه باللي انت عمال تبحث فيه من الصبح. انت الارقام عماله تروح لسكه معينه وانت رحت لسكه بعيده، صح؟ ما هو ده الهدف، ان انت تخرج. طب ما هو ده هيبقى اسوأ. والله لو اسوأ هيضيع في مع الوقت. ليه؟ لانك مش هتختاره، فرصته ضعيفه. انما لو كان كويس هيستمر معاك، ها، وهيبتدي يديلك دم جديد، روح جديده، قد تؤدي الى ان انت تروح لمكان مختلف خالص عن اللي انت واقع فيه كلوكال مينيمم. فلو هو سيء ما تقلقش، لو انت وصلت للحل المظبوط ما تقلقش ان انت تغير، لان انت عندك حلول تانية كويسه كتيره، فده هيضيع. انما لو ده كان برضه له يعني له اداء جيد هيبقى له وجود في المره اللي بعدها. طب افرض ان هو كان جيد بس حظه كان وحش وما اخترتوش، ها؟ طيب ماشي، ما هو مش لوحده. ما انا بقول لك عندي واحد واثنين وثلاثه، في عندي 5%. طب الجيل ده كله مات، الجيل اللي بعده ما انا هعمل نفس الحركه تاني عشوائي. فاذا في عندك فرصه هتيجي ولو يعني ضعيفه ان انت تلاقي مره من المرات شبط معاك الحته بتاعت اللوكال مينيمم ضاعت، ورحت انت للجلوبال مينيمم وابتديت تشتغل على الحل المظبوط. ده اسمه ايه؟ الميوتيشن. عندي مثال صغير كده، تعالوا نبص عليه. المثال ده مش، ما هوش جيناتيك بالمعنى المفهوم، ولكنه فقط بيدينا تصور، لان انا في حاجات كتير هفترضها دلوقتي. بعد اذنكم بس هشرب قهوه، ما احنا بنشتغل من البيت بقى، اوكي؟ طيب الاكزامبل بيقول ايه؟ Suppose we want to maximize the number of ones in a string of L binary digits. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي L binary digits، عندي binary digits 1 0 0 0 1 1، خلاص؟ عددهم كام؟ الطول بتاعه كام؟ L. يبقى انا عندي 0 1 0 1 كده كام مرة؟ L مرة. ال L دي ممكن تبقى 20 30 10 5 زي ما انت عايز، اوكي؟ يعني بيقول لك انا عندي سترينج مكونه من عدد معين من الباينري ديجيت 0 1. ايه الهدف؟ عايز يعمل ماكسمايزيشن للنمبر اوف وانز. يعني ايه؟ اكبر عدد ممكن من الوحايد. هو ده يحصل امتى؟ انا عارف الحل على فكره، ان كلهم يبقوا وحايد. مش هو ده الماكسيمم ولا ايه؟ اه، بس هو ما يعرفش. انا عايز اوصل للحل ده عن طريق الاوبتمايزيشن، عن طريق الجيناتيك، اوكي؟ طيب الانديفيديوال از انكودد ناتشرالي
طبيعيا كده هنعمل لها كود عن طريق ايه؟ string of one binary digits. one معناها يعني انا ما عنديش غير اختيار واحد، يا صفر يا واحد. اوكي، الفيتنس بتاعتنا هي number of ones في الجيناتيك كود. انت عندك كم واحد؟ في عندك كم كم واحد في الديجيت دي؟ طبعا كل ما كان عدد الوحيد اكبر كل ما كان افضل. خلاص، هيفترض ان number of population، number of population قلنا هي عدد الحلول اللي ممكنة، عدد معين من الحلول، هفترض انها 6، n بتساوي 6، يعني انا هحط 6 حلول بس. على فكرة في الجيناتيك احنا بنحط عدد كبير، ليه؟ عشان يغطي المنطقة كلها بتاعت السيرش، ما تقعش في اللوكال مينيمم، فالست ده ما ينفعوش، ده بس مجرد اكزامبل بسيط كده. ال L10، يعني ايه ال L10؟ يعني انا عندي 10 ديجيتس، 1 1 0 0 0 1 1 0، كم مرة؟ 10 مرات. وعندك كم حل؟ 6. خلاص؟ هفترض ان انا جبتهم عشوائي. اتفضل، ايه رأيك؟ S1 لحد S6 هم دول الست حلول. خلاص؟ بص لي على اي واحد فيهم كده، عد كده، 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1، عددهم كام دول كلهم على بعض كده؟ عندي هنا 7 وحايد و3 اصفار، يعني 10. طب اللي تحته 5 وحايد و5 اصفار، يعني 10. اذا ال L بتاعتك بتساوي 10. طيب الحل الاولاني اللي هو ده جاي عشوائي، راندوم، جاي راندوم عشوائي اي كلام، هتلاقي الحل الاولاني فيه 7 وحايد، الثاني 5، 7 4 8 3، مين احسنهم؟ 8 يلي 2 7، صح؟ في 7 و7، 1 و3، واقل واحد فيهم اوحش واحد، الثلاثة. اوكي، طيب ايه رايك ان انا هعمل حركه صغيره كده عشان احسب الفيتنس فاليو بتاعتي؟ انا على فكره ممكن اقول لك ايه، الفيتنس بتاعتي 7 5 7 و7 اعلى من 5 وخلاص على كده، بس يفضل ان انا اجيبها ارقام نسبيه. فانا هعمل ايه؟ هقول لك بص، هو دول كلهم فيهم كام واحد؟ الست حلول كلهم على بعض، اجمع كده 7 و5 و7 و4 و8 و3، اتصور ان هم هيكونوا 34، اجمعهم انت لو سمحت، 34. اوكي، 34 واحد. طب ايه رايك ان انا نسب كل الحلول دي ليها؟ يعني 7 على 34، 5 على 34، ودي اسميها ايه؟ الفيتنس فانكشن. ادي الفيتنس فانكشن بتاعتنا، ايه رايك؟ ده دالة الهدف. خلاص، العدد على السمشن الكلي. وبعدين لما تيجي تقسم مثلا اول حل 7 على 34 هيدي لك كام؟ هيدي لي كسر قد ايه؟ انا مش عارف بالظبط، حوالي 19% مثلا، 18% 19% حاجه زي كده، لانه 7 على 34. اوكي، يعني هيطلع لك 18% 19% في الحدود دي. ادي له المساحه دي بتاعته، شايف الدايره اللي احنا رسمناها بالاصفر دي؟ ادي له المساحه، الدايره دي مرسوم اي كلام، مش بنسب ولا حاجه. طب الحل التاني كام؟ كان 5، هياخد مساحه اقل. طب الحل التالت مش عارف ايه، كلهم مع بعض مساحتهم واحد. واحد يعني ايه؟ يعني 100%، مش واحده يعني قد بعض، لا، كلهم واحد، يعني كلهم مجموعهم بيساوي مع بعض كده واحد، اللي هي 18% مش عارف زائد 16% زائد كام، مجموعهم كله هيساوي واحد في الاخر، صح؟ اللي هي المساحه الكليه. اوكي، اعمل لي المساحات دي لو سمحت، وابتدي قول لي كل واحد ياخد مساحه كبيره صغيره حسب عدد الوحايد اللي فيه. اوكي، طب بعد كده اختار. اختار ازاي؟ تعالى كده نعمل الدايره دي وتلففها بايدك وحط صبعك او حط نقطه عند مكان معين. المساحه اللي هتقف عند النقطه دي اختارها. احنا هنا بنفترض ان الست حلول اللي احنا اخترناهم، لما بدور دي اسمها الروليت ويل، صح؟ الروليت ويل، دورها واختار، دور واختار، دور واختار، طلع لك ايه؟ بص لي كده، S1 داش، S2 داش، لحد S6 داش، دي الست حلول الجديده. طلعت ايه؟ اول واحد طلع هو اول واحد، الثاني طلع الثالث، الثالث طلع رقم 5، الرابع. طب بص لي كده ايه اللي طلع عندك؟ احسن حل هو كان كام؟ احسن حل اللي هو كان فيه 8 وحايد. اوكي، هتلاقيه كان رقم 5 على ما اتذكر، مش كده؟ كان رقم 5. اوكي، هو طلع معانا؟ ده طلع مرتين. اشمعنى مرتين يعني؟ معرفش، هو عشوائي طبعا، بس ده فرصته كانت اكبر، فعلشان كده هو الوحيد اللي طلع مرتين. خلاص، S1 طلع مره، 3 طلع مره،
اتنين طلع مرة واربعة طلع مرة. أسوأ حل كان رقم كام؟ كان رقم ستة. يس ستة طلع معانا؟ لا ما طلعش خالص. بص لي كده في اليمين اس واحد تلاتة خمسة اتنين اربعة خمسة، ما طلعش ستة خالص. ليه؟ لأن كانت مساحته صغيرة جدا، وده منطقي. اوكي، يبقى اذا انا طلعت اخترت الحلول، طلعت معايا واحد تلاتة خمسة اتنين اربعة خمسة. هعمل ايه بعد كده؟ ابتدي لو سمحت جمعهم لي واختار زوج زوج اتنين اتنين عشان نعمل الكروس اوفر والميوتيشن. يعني ايه؟ هفترض مع حضراتكم اخد واحد مع ثلاثة، خمسة مع اتنين، اربعة مع خمسة، بس ما اخدش خمسة مع خمسة. اوكي؟ طيب انا بتكلم في الحلول القديمة. تعال بقى نقول ال S1 داش، S2 داش، S3 داش، S4 داش، هتاخدهم اتنين اتنين بأي طريقة زي ما انت عايز، بس لو سمحت ما تاخدش S3 داش مع S6 داش. 3 داش و6 داش ما تاخدهمش مع بعض، لان هما 5 و5 هما نفس الحل، ما ينفعوش. اوكي، فانا مثلا هاخد S1 داش مع 2 داش، 3 داش مع 4 داش، 5 داش مع 6 داش. اوكي، ده اي كلام، يعني انا بقول اي كلام دلوقتي. هنبتدي ناخد 2 2 عشوائي، وممكن ده يتم بالقرعة. اوكي، هو مديني هنا مثال بيقول لك مثلا ان انا ايه، لو فرضا ان انا هاخد 2 مع 5 فرضا، ده مثال، هعمل ايه؟ ادي 2 و5، اس 1 و اس 2 بتوعنا هيبقوا هما 2 مع 5. ها شايفينهم؟ اه، انا مقسمهم لك كده قبل بالوان اللي هي اسود واحمر وازرق وكلام من ده. اوكي، انا عملت ايه؟ عملت الكروس اوفر ازاي؟ عملته 2 بوينت، 2 بوينتس، صح؟ هتلاقوا فوق خالص على الشمال اسود احمر اسود، واللي جنبه اسود ازرق اسود. اوكي، مظبوط كده، يبقى هما 2 بوينتس بس. انا عملت ايه؟ خدت الاسود من اس 1 داش مع الازرق من اس 2 داش، ورجعت للاسود بتاع اس 1 داش تاني، صح؟ يعني كاني شلت الجزء الاحمر وحطيت بداله الازرق، وجيت على اس 2 داش شلت الازرق وحطيت بداله الاحمر من اس 1 داش، فحصلت على اس 1 دبل داش واس 2 دبل داش. اتفهمت؟ اوكي، يبقى انا كده عملت اوف سبرينج جديده. على فكره هي صدفه، هتلاقي اللي فوق 7 و7، 7 وحايد و7 وحايد، واللي تحت برضو 7 وحايد و7 وحايد، دي مش قضيتي. اوكي، لان انا بدي بس مثال صغير قوي. طيب اذا انا بعد ما عملت الكروس اوفر، هفترض ان انا عندي ايه يا جماعه؟ الجزء اللي على الشمال ده، ده بعد الكروس اوفر، شايفينه؟ اه، اس 1 داش داش، اس 2 دبل، وهكذا. اللي على الشمال دول هم السته الجداد قبل ما اعمل بعد ما عملت الايه؟ الكروس اوفر. ابتدي اعمل ايه؟ ميوتيشن. الميوتيشن ده اعمله ازاي؟ عشوائي. اوكي؟ احنا هنا مزودين شويه، المفروض يعني المفروض الميوتيشن يعني تعمل اقل من اللي انا هقوله ده، بس انا عامله كتير علشان بس نبين. اوكي، الجزء الشمال ده كله شايفين الحاجات الحمراء، كل ما هو احمر بفترض ان هو ده اللي اخترناه عشوائيا كده عشان اعمله ميوتيشن. الاحمر ده اذا كان واحد اقلبه صفر، اذا كان صفر اقلبه واحد. هتلاحظ ان الاس واحد كان فيها ديجيت واحده حمراء اللي هي الواحد اللي في النص، بقت صفر. اس 2 كان فيها 2 0 و1، شايفين؟ صفر في النص وواحد على اليمين خالص. الصفر بقى واحد والواحد بقى صفر، مش كده؟ اللي تحته 3 برضه في واحد وصفر، بقى صفر وواحد، وهكذا. ال 2 4 و5 ما فيهمش خالص. اوكي؟ 6 في واحد بس بقى صفر. يعني مفترض ان انا لو عندي 60 حل اخد منهم مثلا ايه 2 او 3 بس اعمل عليهم الكلام ده والباقي لا. لان الميوتيشن بتتم بنسبه قليله. بعد الميوتيشن هحصل على الجزء اليمين، هو ده الجيل الجديد. اتفقنا؟ طب الجيل الجديد ده شايف عدد الوحايد اللي فيه؟ ها، ايه رايك؟ اه، في حاجات عدد الوحايد اللي فيها كبير، وفي حاجات عدد الوحايد اللي فيها قليل. عندي حاجتين اتنين عايز اتكلم فيهم. رقم واحد، اجمالي عدد الوحايد في دول كام؟ انا كنت 34 مش كده؟ كنت 34،
لو عديت دول هتلاقيهم كتروا اكتر. بس انا ده انا في حاجة اهم من دي خالص هقولك عليها دلوقتي. بس هنا لو عدينا عدد الوحيد هنلاقيها اكتر، يبقى انا كده بتحسن. بس مش دي الفكرة، الفكرة ان سيادتك في خطوة مهمة جدا جدا لازم تعملها دلوقتي، وهي الانسيرشن. الانسيرشن ده هتعمل فيه ايه؟ بص لي كده على اس 1 3 داش، في كام واحد؟ عدهم معايا، 1 2 3 4 5 6. طب 2، 1 2 3 4 5 6 7، مش كده؟ ارجو ان انا ما اكونش بعد غلط بس عشان ما لخبطكوش. 3، 1 2 3 4 5 6 7، في 8 مش كده؟ طيب 4 انا شايف ان هو سيء عشان في 5 وحيد بس، 5 سيء جدا لانه في كام واحد؟ 4 5 برضه. انت عارف انت هتعمل ايه الخطوه اللي جايه يا جماعه؟ انت هتاخد احسن حلول قدامك دلوقتي، وليكن مثلا هما 6 قدامك، هتاخد احسن 3 حلول منهم اللي هو فيها الثمانية وسبعة لو فيه وستة مثلا يعني. هتاخد دول وتشيل أسوأ تلاتة من الجيل القديم كله، ها اللي هو كان فيه مثلا أربعة، كان فيه تلاتة، فيه خمسة، شيلهم وتحط بدلهم أحسن حاجة هنا. إيه رأيك؟ يبقى أنت في الإجمالي هتبص تلاقي عدد الوحيد زاد جدا، أوكي؟ لكن انا لو وقفت لحد دلوقتي كده هتلاقي عدد الوحيد في اللي فاتوا دول 37. انا كان عندي 34 زي ما اتفقنا في الاول، دلوقتي بقى عندي 37 قبل ما اعمل انسيرشن. فما بالك لو عملت انسيرشن هيوصلوا لكام؟ ده ممكن يوصلوا ل 42 و43 واحد. طب لو من فضلكم، يعني انا عايز اعمل اقول ايه، ان انا لو عملت خطوه كمان وانت جربها كده عشوائي، والحاجات اللي هي فيها فرض افرضها انت، لو انت عملت عشوائي كمان ممكن تبص تلاقي فيه كان عندك حاجات فيها 8 وحايد من 10، انت ممكن تلاقي، بص هتلاقي نفسك وصلت ل 9 وحايد، وفي مره من المرات هتلاقي نفسك وصلت لل 10 وحايد. واول ما توصل لل 10 وحايد هتبص تلاقي هو لا يمكن يسوق عن ال 10، وهو يحسن اللي بعده لكنه لا يمكن هيسوق عن بعد كده عن ايه؟ عن 10. فاذا انت هتضمن ان انت توصل للحل المثالي بعد كام مره؟ انا عملت كده ايتريشن واحده بس، فما بالك ان انا في الكروس اوفر والميوتيشن بعملها كم مره؟ 100 200 مره. فما بالك ان انا بعد مره واحده حسنت بالطريقه دي، فانت ممكن متوقع ان انت تحسن اكتر واكتر. السلكشن بيتم ازاي؟ السلكشن زي ما قلت لك كده روليت ويل، بعمل دايره، اوكي؟ رياضيا دي سهله جدا يعني ما فيهاش ازمه خالص. وبدي لكل حل مساحة على قد أدائه، يعني مثلا المثال اللي احنا قلناه كان فيه 18% على ما أتذكر، يعني 18% تقريبا 19%، أوكي سيادتك هتدي لها خمس المساحة. طب كان في عندي حاجة تانية أكبر وفي حاجة أصغر، كل واحد ياخد مساحة وهتحط نقطة معينة بره الدايرة دي العجلة دي وتدورها، هتشوف أنهي مساحة أنهي حل، 1 2 3 4 5 6، أوكي انت وقفت قصاد ايه؟ واحد، يبقى انت اخترت واحد. تلاتة، اختار تلاتة. سبعة، اختار سبعة. واحد تاني، يبقى اخترت واحد مرة تانية. اوكي؟ ده حل. في حل كمان. بشتغل ازاي؟ بصوا للفكرة دي بقى. انا عندي يعني احد العيوب بتاعت الطريقة اللي انا قلتها لك من شوية دي هي الاتي. هفترض ان المساحة واحد هي اكبر مساحة، وانت واقف برة العجلة دي ولففت العجلة، هتيجي قصادك المساحة واحد، اوكي؟ هتلفف تاني. طب ما هو ممكن المساحة واحد تيجي تاني وتالت ورابع. طب ما كويس، ما هي مساحتها كبيرة. ايوه يا فندم، بس ده معناه ان انت ممكن تقع في لوكال مينيموم، لان انت كده ضيعت عدد كبير جدا من الحلول واخترت واحد دي 30 مرة مثلا. ما ينفعش، لان انت كده بتزنق نفسك في حتة ضيقة قوي. طب في حل تاني ممكن اعمله يضمن لي الايه، يعني هيبقى عادل اكتر. ازاي؟ انت عايز كام حل من التسعة اللي قدامك دول؟ هفترض ان عايز 6، عايز 5، عايز 6، عايز 9، انت حر بقى، شوف اللي انت عايزه ايه. هقول لك تعمل ايه، اعمل لي مالتي بوينتر، يعني اعمل لي سهم متعدد بمسافات متساويه زي الاحمر، شايفين الاسهم الحمراء دي؟ الاسهم الحمراء دي انا عاملها بمسافات متساويه. وبعدين دور العجله مره واحده بس، والاسهم وقفت فين اختار. يلا
هفترض انها وقفت في الوضع اللي قدامنا ده، يبقى انت هتلاقي فيه سهمين اتنين في المساحة رقم واحد، اختارها مرتين. في سهم في المساحة رقم اتنين وتلاتة، اختار ده مرة وده مرة. خمسة، ستة، وهكذا. طب اربعة وتمانية، ايه رأيك في اربعة وتمانية؟ مفيش فيهم اسهم حمراء خالص، يبقى ما تختارهمش. خلاص، ويبقى انت بتدور الرولات ويل مرة واحدة بس وتجيب. طبعا رياضيا احنا بنعمل الكلام ده ببرامج، يعني مش في لايبراري بتتعمل عشان تعمل الكلام ده، مش انت بتعمله بايدك ولا حاجة. في عندي بقى مشكلة تانية نسأل فيها، عملية الريكومباينيشن اللي هي الكروس اوفر، ووراها طبعا هنتكلم على الميوتيشن، ازاي اعملها لو انت بتشتغل بكود مش باينري؟ انت شفت الباينري كنت بعمل فيه ايه؟ واحد صفر 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 مش عارف ايه، بقسمه، باخد اول اتنين ديجيت مع اتنين ديجيت من هناك مع تلاتة من هنا. طب افرض ان انت الكود بتاعك كان ريال. ريال يعني ايه؟ يعني الحلول بتاعتك كالاتي، الحل الاولاني 8، الحل التاني 6. يلا اعمل لي كروس اوفر بقى، هتقسمهم ازاي؟ هتاخد خط فين على التمانية؟ التمانية قدامك اهي، عايز تعمل كروس اوفر ما بين التمانية والستة. يلا مفيش عندي خط هعمله، ولا هبدل اتنين ديجيت، مفيش ديجيتس اصلا، ده هو تمانية وخلاص. هتعمل ايه؟ هنرجع للاصل، هو انت كنت بتعمل ايه؟ ببدل معلومات، باخد جزء من البيانات بتاعت ده مع جزء من ده. طب ما تيجي نعمل ده برضو ازاي؟ بالمعادلتين الرياضيتين اللي تحت دول. شايفين الجينيريشن الجديدة اللي هي الجي واحد واتنين عاملة ازاي؟ البي واحد والبي اتنين هما البيرنت. انت عملت ايه؟ جبت فاكتور اسمه الفا اس. الفاكتور ده ممكن يبقى اقل من الواحد، اكبر من الواحد، مرة كده ومرة كده، بيتعامل عشوائي. اوكي؟ ده ممكن يبقى ستة من عشرة، تمانية من عشرة، واحد واتنين من عشرة. وبعدين بتضرب الفاكتور ده في البيرنت رقم واحد، وتاخد المعكوس بتاعه اللي هو واحد ناقص الالفا اس في البيرنت التاني، ده يدي لك الجي واحد. طب الجي اتنين العكس، العكس، البي واحد بدل ما كانت مضروبة في الالفا اس هتضربها في واحد ناقص. اوكي؟ شايفين المعادلتين؟ فانت خدت جزء من ده مع جزء من ده، كملتهم مع بعض. فعلشان كده انت كده يعني عملت جيل جديد واخد نفس بيانات الجيل القديم، بس ايه؟ بارقام او بشغل مختلف. ده اسمه ايه؟ الكروس اوفر، لما بتعمله مع الريال كودينج. ده التعريف بتاعنا. الالفا اس ده عباره عن سكيلينج فاكتور وبيتغير مع الوقت، يعني كل ايتريشن بيتغير، مفيش مشكله. طب الميوتيشن، هو انت بتعمل ايه في الميوتيشن؟ في الباينري اخترت عدد عشوائي، اوكي، اخترت منهم، انا عندي 1000 حل، اخترت منهم 30، اوكي، عملت ايه في ال 30؟ جيت على اي ديجيت منهم عشوائي، خليت الواحد صفر او الصفر واحد. ده عمل ايه؟ قلل لك القيمه زي ما شفنا كده مثلا، او زودها. ممكن مره يزودها 7، ممكن يزودها مره 8، ممكن يزودها مره 10، انت حر بقى. يعني ايه؟ جبت رقم جديد ما كانش موجود قبل كده عندي، جبته عشوائي. طيب ما تيجي نعمل الكلام ده في الميوتيشن في الارقام الريال كودينج. انت عندك الرقم كام؟ 6. الرينج بتاعك كام؟ من 0 ل 20. اوكي، شيل الستة دي وهات مكانها اي رقم تاني عشوائي في الحدود بتاعتك من 0 ل 20، يطلع 18، يطلع 0، يطلع 2، يطلع 12، يطلع زي ما يطلع. طب ده معنى ايه؟ كانك ضخيت دم جديد في الرينج بتاعك، قد يكون احسن قد يكون اسوأ. لو اسوأ هيضيع مع الوقت، لو كويس هيستمر وينقلك لمساحه تانية لو فيها امل. اوكي، يبقى هو ده الفكره بتاعت الميوتيشن، ان انا باجي على بعض الحلول واغيرها عشوائيا لاي ارقام جديده في الحدود بتاعتي وتبقى شغاله كويس. في عندي حاجه اسمها الاليتازم، لازم اعرفها كويس قوي. يعني ايه الاليتازم؟ بص يا سيدي، هو انت بعد ما عملت الجيل الجديد عملت بيه ايه؟ اخترت افضل ما فيه وحطيته بدل اسوأ ما كان موجود في الجيل القديم، صح؟ صح. افرض ان انت معاك 100 حل، شلت اسوأ 40، او هنقول شلت 60، يلا شلنا 60، اسوأ 60، وحطيت احسن 60 في الجيل الجديد. يعني انت سبت 40 في الجيل القديم، ايوه انا سبت احسن 40، كويس قوي. طب افرض ان الجيل القديم اللي انت شلته ده كان كويس والجيل الجديد كان وحش، انا مش خسران حاجه. ليه؟ عشان ال40 اللي انا سبتهم
جيدين، هم احسن حاجة عندي، فانا ما شلتهمش. انا ما تخلصتش من احسن الحلول اللي عندي على في اي مرحلة من المراحل. ايه رأيك في الحتة دي؟ فانت ضامن ان احسن حلول مستمرة معاك للابد. الظاهرة دي هي اللي انا بسميها الإليتازم. يعني ايه الإليتازم؟ يعني المحافظة على افضل الحلول ونقلها من جيل للتاني. انا في كل جيل بعمل ايه؟ بشيل الأسوأ واحط احسن الجديد. احسن القديم ما زال موجود معايا ولا يتغير ابدا، فبالتالي هيتنقل للجيل اللي بعده. طب افرض ان الجيل الجديد كان احسن، هياخد ترتيبه ومكانه مع الجيل القديم ويبقى هو الافضل. يعني ايه؟ يعني انت الحل الجديد طلع هو كويس، هياخد رقم واحد، هياخد رقم اتنين، فهو ده اللي انت هتحافظ عليه في الاجيال الجاية، وتتخلص من القديم اللي هو بقى وحش. بس خلاص، ادي الفكرة. فكلمة الاليتازم معناها المحافظة على أفضل الحلول على الإطلاق ونقلها من جيل للتاني بدون التخلص منها. دي ظاهرة الاليتازم. البارامترز بتاعت الجينيتك الجوريثم كتيرة جدا، هنعرفها بسرعة كده عشان نفهمها. تعالوا نبص على الأسهل أحسن يعني نبتدي من السهل شوية. إيه اللي تحت خالص؟ ماكسيموم جينيريشنز. إيه ده بقى؟ أنت هتشتغل تعمل 1000 جينيريشن، 200 جينيريشن، 300 جينيريشن بس، وتقف بعدها. فدي طريقة للإيه؟ للستوب. طيب في عندي حاجة من تحت برضو، أنا ماشي من تحت. probability of mutation، probability of crossover، تحت فوق بعض أهو، شايفينهم؟ طيب الكروس أوفر 9 من 10، يعني إيه؟ يعني حضرتك هتعمل كروس أوفر ما بين 90% من الانديفيديوالز. أنت عندك كام حل؟ 100. كويس، عايز تعمل منهم كروس اوفر؟ لا، هتعمل ل 90 بس، بدل ال 100 هتعمل ل 90. انت اللي قلت 90، انا عاده بختارها واحد فبعمل ما بين ال 100، لكن لو قلت له 7 من 10 هتعمل ل 70 من ال 100. فاهمني؟ طب الميوتيشن 1 من 100، 1%، 2%، بتبقى نسبه صغيره. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك 100 حل، عملت الكروس اوفر خلاص، تعال على حل او 2 او 3 فقط غيرهم بس كده، هم دول الميوتيشن. طيب ايه الانسيرشن ريت؟ الانسيرشن ريت سيادتك هتاخد قد ايه من الجيل الجديد، هتاخد قد ايه من الجيل الجديد تحطه بدل الجيل القديم اللي مكتوب قدامك هنا 9 من 10. اوكي، ده معناه ان انت هتاخد 90% من الجيل الجديد تحطه مكان الجيل القديم. طب ايه هو الجينيريشن جاب؟ الجينيريشن جاب ده عبارة عن حضرتك عندك الحلول كلها 100. اوكي، طب المية دول انت هتعمل جيل جديد لكام واحد؟ حسب الرقم اللي قدامي ده 8 من 10، يبقى هتعمل 80 من المية، هتعمل 80. انت هتعمل 80 حل جديد، مش هتعمل المية كلهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك عندك 100 حل، هتعمل جيل جديد ل 80 فقط. ده اسمه الجينيريشن جاب. طب ايه هو الاتنين اللي فوق خالص؟ population size و number of individuals per subpopulation. بصوا يا جماعة، ال population size ده عدد الحلول كلها اللي عندك، ال total population size. أنا كاتبه هنا 200، يبقى أنت عندك 200 حل. أحيانا في بعض الأنواع من الجيناتك algorithm بتقول لك إيه؟ أنت ال 200 حل دول هتعمل بيهم إيه؟ هعمل لهم evaluation، هعمل لهم selection، cross over، mutation، اختار افضل ما في الجيل الجديد، ادخله بدل الاسوأ ما في الجيل القديم، واعمل جيل جديد، وهكذا وهكذا. اوكي، طب ايه رأيك ان انت تعمل الخطوات دي كلها بس مش هتعملهم على ال 200؟ امال هتعمل ايه؟ خد ال 200 قسمهم لمجموعات، وليكن مثلا 10 مجموعات، وكل مجموعه يبقى فيها كام؟ 20. هو ده اللي مكتوب فوق خالص، number of individuals per subpopulation. ال population بتاعتك قسمناها ل subpopulation، كل واحدة فيها 20، يبقى هما كلهم كام؟ 10. 10 subpopulation في 20 في كل واحدة فيهم، يبقى كلهم 200. طب وبعدين؟ ال individuals اللي في كل subpopulation دي 20، اعمل ما بينهم الكروس اوفر والميوتيشن، واعمل جيل جديد، واعمل insertion، وغير وحسن وطور. طب وبعدين؟ انت هتشتغل قد ايه؟ 1000؟ لا استنى، مش هتشتغل 1000 جنريشن، اصبر عليا. اعمل الخطوات دي مثلا 50 مره، وبعد كده اقف
انت عندك كام subpopulation؟ 10. تعال قول لي ايه، مش كل واحدة فيهم بتشتغل مع نفسها وبتحسن؟ ايوه. طب ايه رأيك ان انت تاخد من ال20 individual اللي في subpopulation، خد منهم 4 مثلا او 5، خدهم انقلهم في population تانية، وخد من التانية انقل للتالتة، ومن التالتة للرابعة، انت بتعمل ايه؟ بتاخد عناصر من كل سب بوبيوليشن وتنقلها للمجموعات التانية. انتوا عارفين ده معنى ايه؟ كما لو كنت كده بقول لكم يا جماعة ايه، انتوا كام واحد معايا في المادة؟ 10. طب ايه رأيكم ان كل 2 يشتغلوا مع بعض، خلاص يفكروا في حل مشكلة معينة، وبعد ما يفكروا لمدة مثلا اسبوع، هاخد واحد من ده اوديه مع مجموعة تانية، والواحد ده اوديه لمجموعة تالتة. طب ايه الفايدة؟ ان كل واحد رجع بالافكار اللي هو وصل لها مع المجموعة بتاعته، وراح لواحد تاني عنده افكار تانية، عنده فكر جديد، نبادل الافكار مع بعض، نضخ دم جديد، يبقى ده بيديني فرصة ان انا احل بشكل افضل واسرع. اوكي، دي الفكرة بتاعت السبيبيليشن. عندي اكزامبل بسيط، ده مش هنحله هنا، هنحله في المحاضرة اللي جاي. الاكزامبل بيقول ايه؟ بيقول لي ان انا عندي بوكس، صندوق، القعده بتاعته الطول بتاعها 3 اضعاف العرض. يعني القعده بتاعت الصندوق ده لو ليها طول وعرض، يبقى الطول 3 اضعاف العرض. الماتيريالز بتاعتنا بتتصنع ازاي؟ الخامه بتاعت التوب والبوتوم تكلفتها عاليه شويه، $10 لكل قدم مربع. الماتيريال بتاعت الجوانب $6 لكل متر مربع. اذا كان الصندوق بتاعك الفوليوم بتاعه لازم تساوي 50 قدم مكعب، ده الفوليوم اللي هو طول في العرض في الارتفاع، قول لي الدايمنشنز بكام عشان اقلل التكاليف. المشكله دي مشكله اوبتمايزيشن. الارتفاع اتش، القاعده بتاعتنا الطول والعرض ال ودبليو، بس ال بتساوي 3 دبليو. الشرط الاساسي ان الحجم يساوي 50. اصيغ الكلام ده ازاي؟ هصيغه رياضيا في المعادلتين اللي تحت. تعالوا بص كده على الكونسترين بتاعي، ال في الدبليو في الاتش بيساوي 50، الحجم بتاعنا لازم يساوي 50، وال ال بتساوي 3 دبليو، يعني كاني 3 دبليو سكوير في الاتش بتساوي 50، 3 دبليو سكوير في الاتش بتساوي 50. طب فين دالة الهدف؟ التكاليف الكلية اقل ما يمكن. فين التكاليف؟ اقول لك، مساحة التوب والبوتوم كام في كام؟ ال في الدبليو، كويس، بس انا عندي 2، يبقى 2 ال في الدبليو تكلفتها بكام؟ $10. يبقى 10 في 2 في ال في الدبليو. طب والجوانب؟ عندك 4 جوانب، 2 قد بعض و2 قد بعض، صح؟ تكلفتهم كام؟ $6 لكل قدم مكعب مربع، يبقى 6 فيه، ها؟ في عندك وجهين 2، 2 دبليو في اتش، ووجهين 2 ال في الاتش، صح؟ يبقى الحجم المساحه الكليه عباره عن 2 دبليو في الاتش زائد 2 ال في الاتش. اوكي، اضرب دي في 6 والطب والبوتوم ب 10، اجمع الكلام ده كله وشيل ال ال، حط بدلها 3 دبليو، هتلاقي داله الهدف 60 دبليو سكوير بلس 48 دبليو في الاتش. هي دي داله الهدف اللي انت عايز تعملها مينيمايزيشن. فيها كام متغير؟ 2، والكونسترين تحت. المحاضره اللي جايه هنشوف ازاي هحل المساله دي. على فكره الحل ازاي؟ ده مش بالجيناتيك، الحل رياضيا. الحل رياضيا اهو، ال W بتساوي 1.8، ال H بتساوي 4.7، والتوتال كوست 637. ازاي نحلها بالجيناتيك؟ هنتكلم فيها المحاضرة اللي جايه.